السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وخوتنا معكم خوك غاني. عندي يومين من رجعت من الجزائر. الحمد لله كما يقول لك العملية عدات على خير. بغيت نشكر خوتي يعني فوشمو أعطيهم الصحة كتر خيرهم، وربي إن شاء الله يجازيهم خيرا إن شاء الله. خويا منصف بارك الله فيك، ربي يعيشك وربي يعيش لك العائله الكريمه تاعك. خويا لطفي الله يحميك، خويا ربي يعطيك ما تتمنى، خويا توفيق جزاك الله خيرا، يعطيك الصحه ديما عيط لي خويا توفيق. وسي خويا حسين ان شاء الله وسي ربي يبارك لك في العائله تاعك. خويا حميد بارك الله فيك، سي حميد عيط لي حميد. خويا يوسف ربي يعيشك. خويا حميد وسي بلغ لي السلام، قال لي سفيان يسقسي عليك وسي. وما ننساوش وسي المتابعين، ما نقدرش نسميهم وكل شنو هو، بارك الله فيكم. اسما ما نقدرش نقول فلان وفلان باه ما نغيط حتى واحد، وشنو هو كاين الناس بارك الله فيهم. وكما يقول لك ربحنا حاجه، ربحنا رجال، ورجال غير بدعاوي الخير برك، ما نحتاجو ني ماديا ني حتى حاجة، غير كلمة راجل تكفي بارك الله فيهم. ولا خوتنا رانا دخلنا إن شاء الله ربي يجيب الشفاء إن شاء الله. وبغيت نقول خوتنا الأم هي كما يقول لك ركيزة الدار، لا فيلي تا لا ميزون هي الأم. أنا كي دخلت للدار ما لقيتش الوالدة في الدار، والله خاوتنا ما نقدر نفهمك كيما تتصور واحد اللحظة مش مليحة، كوشمار كيما يقولوا. إن شاء الله ربي يخليكم والديكم إن شاء الله، وربي إن شاء الله يرضاو عليكم، وربي يشافي جميع المسلمين. بو خاوتنا باه ما نطولش عليكم، يعني بغيت نعطيكم حاجة. عندي النينو هدايا، راهو كوبلة معركة نارية واش درتلو. بغيت نقول لكم برك ما تسرعوش، انا كنت شويه متسرع، بغيت ننصح خوتي ما تسرعوش على كوبلومون، خسرت بيض بزاف. هاونا عاد لكم البيض خاوتنا، هذا البيض بلون خسرته، علاش كنت مبريسي به الكوبلي. بغيت نقول لخوتي واش درت، شوفوا خاوتنا درت الكرياج، حطيت الكناري هذا راني نحيته دركا ونفهمكم على نحيته دركا. انا كي جيت هاي الكناريه او النينو عادي يعس عليها من داخل، ها هي لهنا والنينو. شوف نعت لكم حاجه، شوفوا خاوتنا يا ربي ما عرفتش تقدروا تشوفوها، راني نخدم بيد ونعت لكم بيد بعد يا ربي يا ربي. المهم البيض الملقح وديجا فيه مشانين من داخل يا الهي، والله ما عرفت حتى كيفاش نديرو بيد خاوتنا باه نعطي لكم الجنين الداخل. صبروني دقيقه، صبروني دقيقه برك، حطوها هلا ما عرف قاعدين تشوفوا، انا قاعد نشوف العروق الداخل، العروق الداخل خاوتنا سمني قاعد نخدم بيدها من العروق خاوتنا. ها جيسبر ان شاء الله شفتيوها، هام العروق لقح لي الكناريه، سمحوني نرجعها برك ونرجع لكم. خاوتنا واش درت هنايا دركا الكناري، شو حطيتو هذا، حطيتو ونفاصل النينو ودرت كرياج كناري اوتوماتيك مو خاوتنا كيغنيه النينو، شغل دير هي لا بوزيسيون النينو يطلع. واش هو واش درت لاحظت حاجه، هاني كاميرا مدايرها منا باه من بعد شغل نتبع المراحل تاعهم بالكاميرا. واش درت خاوتنا مازال ماني طويتش لهنا تشوفوا، واش درت شفت الكناري مازال يغني، الكناري كيغني خاوتنا يخرج الفرماله من العش. الوغ نحيتو هاني حطيتو في كاجا وحدو هاكا بما ما الفمالة كيما نقولو تحضن البيض تاعها ترونكيل ما تخرجش.
ونزيدوا معجونكم شويه وشنو هو الاخرين مازالوا ما تقلقوش خاوتنا هدايا كي جيت ظهر لي دخل في فوس مي هذا هو قاعد يكمل واش درت له خاوتنا اللي عطيتو الدوش لي فيتامين السمانه اللي غبت فيها ما تعطيهم يعطيوهم غير الماء ولي قران انا درك جيت عطيتهم شويه باطي هاي باطي نخدمها وحدنا خاوتنا وكاين اللي عطيت لهم البيض هادم ما دخلوني فوس ميني والو هادم ما راهم بيان غير شويه صبر برك هادم وسي هادم ما عادوا يلعبوا نورمال بهذا عادوا يلعبوا بيه ويروحوا يولعوا الشهر هادم وسي ما دخلوا فوس مي ما والو الفماله ما شاء الله عجبتني الفماله راهي الله يبارك هذه الفماله خاوتنا اللي تشوفوا فيها من فوق هادم خلقين عندي خاوتنا ثم ما تقلق لهم ما والو هاد موسي خلقين عندي حتى العام اللي فات خوتنا انا بغيت نقول لكم ما تقلقوش الفراخ تاعكم انا كنت غلطت في يعني في حاجه غلطت كنت مبريسي بغيت نكوبلي بغيت غير نكوبلي خسرت بيض بزاف درك انا بغيت ننصح خوتنا ما تقلقوش العصافير تاعك عطيهم الماء لي غران شويه باطي وما تقلقش عليهم وبربي ان شاء الله يكوب لي ولكم واعطيهم البيئه المناسبه وشي شغل الكالم وشغل شويه لساء وعش يكون هما يبغيو العش مخزون شويه وان شاء الله يكوب لي ولكم هذه الفماله نستنى فيها حتى تنوض فرشاحه بعدا نحطها للمال واش راح نزيدو ندورو هادم هادم ما درك ديكوفريت بلي شاردون غادي يسلم عليها دركا وانا غادي يسلم عليها راني هبطت لها العش شويه بغات تبني لي لهنا خوتنا بغات تبني لي في الصالون دركا راني قربت لها العش وان شاء الله تقبل بالمال وفيها غير الخير خوتنا فيديو خفيف بركا بغيت نقول لكم انا كيما يقول لك كيما يقولوا جيتي اوبليجي باه ندخل نفسي عندي العائله لهنايا عندي الاولاد لازم العبد يدخل والحمد لله راني خليت عندي اخي خليته تما عندي لا فامي سي واقفين عندي خالتي عمتي جزاهم الله خير يعني ما نساش الخير تاعهم وصيه وكما قلنا خوتنا الوالدين هما الوالدين وربي يخلي لكم والديكم وربي يهنيكم وحنا مع العصافير كاينين الناس عرفناهم مع العصافير والله كما يقول لك ما شاء الله وربي ان شاء الله يخليهم وان شاء الله احنا مستمرين ان شاء الله في المراحل هذه ودعيوا لنا دعوة الخير خاوتنا وربي يشفي ان شاء الله الوالدة ويشفي جميع المؤمنين وبارك الله فيكم زدنا عاتلكم وسي عندي واحد الكناري هذه لهنايا حطيتها مع هذا المالك وكلاتو وسي دارت البيض وفيريفيت البيض انا من عادتي خاوتنا والله ما نكوبلي الكناري وشنو هو بغيت نكوبليها نسيها لكن توكل خاطر ما كناري خوتنا كاين كناري تكوبلي وتكوفي مليح ومن بعد تخرج لي جان وما توكلش هاو كاينين بعض المربيين بالك على بالهم بهذه الحاجه انا سييتها لكن توكل وانا لي كناري ما نحتاجهمش نحتاج بالك فمال زوز و لي مال ديجا ما نحتاجهمش نحتاج مال ولا زوز بان وكل بيهم برك كيما قلت لكم خوتنا ما تقلقوش ابدا حط العش بال فمالة توالف على العش الدوش ريقران شوية باطي وما تقلقوش وهاو النينو كيما قلت لكم النينو راهو كوبلة على ربعة بيضات فيريفيتها من ربعة وشن هو خوتنا كاينة حاجة فيريفيت البيض شفت كاينين واحد الزوز ولا ثلاثة بخسك راح يخرجوا واحد ربع ايام هكا يخرجوا والاخرين كي ادوان كيما يقول لك الجنين بدا يتكون دركا لازم نبدا نخدم نفرقهم الكناري وان شاء الله فيها خير وهذه هي انا درك الهدف تاعي كي كوبلي النينو شغل يتعلم لا كوبلومو بعد العام الجاي كوبلي مع حسونه واش هو لي ميليوسي تاعو مع الكناري يجيو يغنيو مليح خاوتنا فوالا هذا هو الفيديو خاوتنا بغيت نشكر خاوتنا كيما قلنا خونا قرمودة لطفي خونا منصف خونا توفيق خونا حسين خونا حميد خونا يوسف
خونا سفيان، بغيت نشكركم ونشكر المتابعين وسي اخويا اللي سقسيو علينا وما قدرش نذكرهم الكل، واش هو راهم في بالي وراهم على بالهم بروحهم شكون فلان وفلان، راهم في بالي وانا ما نسيت حتى واحد وبارك الله فيهم. وحنا كيما يقول لك الحاجه اللي نعرفها راني بارطاجيها مع خوتي، وهذا بليزير. وفي خاطر خوتنا كل يحبوا المقنين ورانا مع المقنين وكناري وعن قريب ان شاء الله. يعني ما كنتش بغيت ندير فيديو وشن هو خوتنا المجهودات اللي داروها والدعاء تاعهم، ما قدرتش والله ما عندي المورال باه ندير فيديو وشن هو نديرو لحبابنا ونقول لهم ونشكرهم ومعززهم راهي كبيرة وبارك الله فيهم. وعن قريب ان شاء الله خوتنا وبارك الله فيكم، وكما قلنا عن قريب وتوفيق للجميع ان شاء الله.